السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنحل شيت نمبر 36. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. choose the correct answer. طيب هو بيقول لك if 73 multiplied by 8 الكلام ده equals 584 then 584 divided by 8 equals ايه؟ تمام، بيكلمك في ايه؟ بيكلمني في relation. relation يعني علاقة between division and multiplication. تاني، relation between division and multiplication. بص كده، ها معاك 584، ده البرودكت اللي قدامك. بص اخده وبدأ بيه مسألة الديفايد بتاعته، كتب لك 584. طب divided by 8 equals ايه؟ هيدي لك 73. ولو قال لك 584 divided by 73 هتقول له equals 8. relation علاقة، متفقين؟ بعد كده بيقول لك in the problem 3467 divided by 5 the quotient is between a and a. خد بالك هو هنا بيقول لك quotient between a و a، يعني عايزك تعمل estimate، مش تقول لي quotient بالظبط هيبقى ايه. تمام، طيب تعالى كده ناخد الديفيجن دي بره، مسألة الديفايد دي بره. انا معايا 3467 divided by 5، وانا مش عايز الكوشنت الحقيقي اللي هكتبه هنا، انا مش عايز ده، انا عايز اعرف الكوشنت اللي هنا ده هيبقى بين مين ومين، بين مين ومين، متفقين؟ طيب ابدأ فكر، ها بالنسبة للديفيدند دوت لو انا عايز اكتبه في شكل اسهل، تمام، اكتبه في شكل اسهل يبقى اكيد هحط زيروهات، صح ولا لا؟ تمام. طيب 3467 بين مين ومين يا شباب؟ it means between 3000 and between 4000، صح ولا لا؟ بص كده، ايه رايك؟ مش النمبر اللي قدامك ده 3467 موجود في النص بين 3000 وال 4000، مش لازم في النص بالظبط، ولكن موجود ايه في المسافة بينهم في النص، وانت بتعد كده 3001 3002 وهكذا هتلاقي تقابل النمبر ده، وبعدين لغاية ما توصل لل 4000، صح ولا لا؟ ايوة. كمل بقى، خد لي divided by 5 فوق وخد لي divided by 5 تحت، متفقين؟ تعالى بقى هنحل دي وهنحل دي عشان نعرف الكوشنت اللي هنا بين مين ومين، متفقين؟ طب يلا 3 divided by 5 كانت بي معاك 30 divided by 5 يبقى الكلام ده equals 6، ومعاك 0 divided by 5 0، و 0 divided by 5 ب 0. انزل حل معايا دي 4000 divided by 5 4 divided by 5 كانت بي، يلا خد الزيرو يساعدك، 40 divided by 5 equals 8 0 divided by 5 بزيرو، وزيرو divided by 5 0. ها يبقى الكوشنت اللي هو بيسألك عليه اللي هنا واللي انت مش عايز تجيبه هيبقى موجود between two numbers اللي هم مين؟ اللي هم 600 and 800، between 600 and 800 اهي، نعلم عليها، متفقين؟ السؤال اللي بعده هنا بيقول لك 54 is 6 times the number what؟ فاكر كنت بقول لك يقول لك 54 is يعني equal، صح كده؟ 6 times 6 multiplied by، وبقى السؤال كأني بقول لك 6 multiplied by what equals 54. تايم تيبل بقى، والمفروض ان انت حافظه، multiplied by 9، يبقى هنا انا محتاجه اكتب ايه؟ 9 زي ما انت شايف كده. بعد كده 4120 divided by 4 الكلام ده equals ايه؟ ها هنعملها short way for division، وهي في مكانها كده، ركز كده الميس هتعمل ايه؟ الميس وانا بشتغل مسألة divide بشتغلها from the left to the right، انا همشي كده، وانت بتكتب الانسر بتاعك او الكوشنت بتاعك بتكتبه from the left to the right، ده الاساس. يلا 4 divided by 4 equals 1،
الدور على مين؟ على الوان. وان ديفايدد باي الفور، الوان اصغر من الفور مش هينفع، اجري حط زيرو هنا عند الكوشن، تحط زيرو. وبعد كده الوان تقول للتو تعالي تعالي ساعديني، ها بقت ايه؟ اقراها 12. 12 ديفايدد باي الفور ايكوالز 3. اوعى تنسى في زيرو اهو، زيرو ديفايدد باي الفور بزيرو. طلع قدامك ايه؟ طلع قدامي 1030. متفقين؟ السؤال اللي بعده هنا بيقول لك 3264 ديفايدد باي 3، برضه هشتغل معاك شورت واي فور ديفيجن. احنا متفقين مدام معاك سؤال تشوز او كومبليت فانت شغال بشورت واي فور ديفيجن، هتنجز معاك. بدل بقى ما تروح تعمل لي اريا موديل ولا تعمل لي ستاندرد الجوريزم ولا دي، هتنجز معاك. متفقين؟ طول ما الديفايزر بتاعك 1 ديجيت نمبر الطريقه دي بتنجز. يلا وانا بشتغل ديفايد بشتغل فروم ذا ليفت تو ذا رايت، تمام؟ الانسر فروم ذا ليفت تو ذا رايت اهو، 3 ديفايدد باي 3 ايكوالز 1. متفقين؟ بعد كده 2 ديفايدد باي 3، طبعا مش هينفع ال2 اصغر من مين؟ من ال3، هنحط 0. نبدا ناخد ايه؟ 26. التو هتاخد ال6 تساعدها وهقراها 26 ديفايدد باي يمس 8 ملتبلايد باي 3 ايكوالز 24. ولو فكرت في ال9 باي 3 هيبقى 27 اكبر من ال26، مش هينفع. يبقى انا هاخد ال8، واتفقنا ان 8 باي 3 ايكوالز 24، بس انا كان معايا 26. يبقى انت معاك ريميندر ايه؟ معايا ريميندر 2، هحطهم اون ذا ليفت كده من الفور الديجيت اللي تدور عليه واقراها 24 ديفايدد باي 3 ايكوالز 8. يبقى طلع معاك ايه؟ طلع معايا 1088. خلصت. يلا السؤال اللي بعده هنا بيقول لك كومبليت. طيب ذا ديفيجن بروبلم فور 281 ملتبلايد باي 6، الكلام ده ايكوالز 1686 is e. هو عايز ايه؟ هو عايز division وهو مديلك multiplication، صح كده؟ طيب تعال ابدأ بقى من البرودكت اللي قدامك ده، يبقى 1686 divided by، هاخدها divided by 6 equals، هيديك النمبر التاني ده 281. طب يا مس لو انا كتبت 1686 divided by 281 ينفع اكتب equals 6؟ ينفع طبعا، وتبقى صح كمان. متفقين؟ يبقى سواء بدأت من البرودكت بتاعك divided by 6 قلت لي equals 281 تمام، بدأت من البرودكت قلت لي divided by 281 equals 6 تمام، ده صح وده صح. متفقين؟ السؤال اللي بعده 922 divided by 3 equals ايه ومعاك ريميندر قد ايه؟ طيب عشان نشتغلها يلا شورت واي هتنفع والله. بص كده انا عارف ان انا بشتغل from the left to the right، متفقين؟ والانسر بتاعي from the left to the right. 9 divided by 3 equals 3. 2 divided by 3 ال2 اصغر من 3 مش هينفع، اجري حط 0. بعد كده اقراها 22. 22 divided by 3 equals ايه؟ يعني 7 multiplied by 3 ب 21، ماشي حط ال7. 21 خد بالك وانت كان معاك ايه؟ 22. يبقى معاك ريميندر ايه؟ معايا ريميندر 1. ما انا مش هقول لك اكتبه هنا لان مفيش ديجيتس ثانيه هتقراه معاها، فيبقى هو ده الريميندر بتاعك اللي هو 1. واضحه الفكره؟ 23 multiplied by 4، يلا 3 by 4 equals 12. 2 and carry 1 up. 2 multiplied by 4 equals 8 plus 1 9. طلع لك ايه؟ طلع لي 92. طيب هنا هو 7 multiplied by 362، الكلام ده equals، بص كده 7 multiplied by what plus 7 multiplied by what plus 7 multiplied، ايه ده المنظر دوت اللي هو ايه؟ distributive probability. distributive ايه؟ probability. بص كده ال7 اهي موجودة هنا وهنا وهنا، يبقى مطلوب منك تروح على النمبر اللي قدامك ده وتكتبه في الاكسباندد فورم بتاعته 300 بلس 60 بلس 2، تمام كده؟ بص ال7 هتروح تسلم على مين؟ على 300. يبقى معاك 7 ملتبلايد باي 300 بلس ال7
هتروح تسلم على السكستي يبقى 7 ملتبلايد باي السكستي بلس 7 هتروح تسلم على مين اللي ناقصه؟ التو. هتروح تزور كل واحد. واضحه الفكره؟ طيب بعد كده بيقول لك اف 641 ملتبلايد باي 7 الكلام ده ايكوالز 4487. هو مدي لك ملتبليكيشن ايكويشن كامله اهي. زين 4487 ديفايدد باي 7. بص كده بدأ من البرودكت اللي قدامك ده اهو، ديفايدد باي مين؟ ديفايدد باي 7. يبقى ايكوالز مين؟ ايكوالز 641. ريليشن، ريليشن مش مطلوب منك تاخد ده وتحسبه على جنب خالص، انت معاك ريليشن بتوين ديفيجن اند ملتبليكيشن، ريليشن تمام؟ علاقه. واضحه الفكره؟ طيب هنا بيقول لك ذا فاليو اوف ذا ديجيت 3 ان، مدي لك بقى لارج نمبر وعايز الفاليو بتاعت ال 3 دي. تعالى نكتب ال 3 كده وبعد كده عد موجود جنبها on the right how many digits. عد معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 جنبها 8 digits، شيلهم وحط مكانهم 8 zeros. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. طب تعالى نقرا النمبر اللي قدامنا ده كده، الفاليو بتاعت ال 3 هنا اهوت ايكوالز 300 مليون. 300 ايه؟ مليون. متفقين؟ السؤال اللي بعده يدي لك ستوري بروبلم، بيقول لك امال has 358 LE. طيب هي معاها فلوس اهي. She divided the money between her two children. طيب divided هتبدأ تقسم الماني اللي معاها between two children. What is the share of each one? Share نصيب كل واحد منهم ايه؟ اوكي يبقى share of each children. الكلام ده equals هي معاها ايه؟ معاها 358 divided by 2 equal. ركز كده هنعملها بالشورت واي فور ديفيجن. خلاص بقى ما احنا المفروض متعلمين الطريقة وبنعرف نشتغل بيها. يلا هنشتغل from the left to the right. بأكد عليك كل مرة اهو وانت بتشتغل الديفايد بتاعك بتشتغل from the left to the right، والانسر بتاعك بتكتبه from the left to the right. 3 divided by 2 equals 1. 3 فيها 2 واحدة بس هيتفضل معاك remainder 1 من 3. هروح احطه هنا. بص كده ال 1 حطيتها فين؟ حطيتها on the left من ال 5. واقراها لي 15 divided by 2 equals ايه؟ ابدأ فكر كده في تايم تيبل 2. بس انا ما عنديش يميز برودكت في تايم تيبل 2 equals 15. طب جرب ال 14. 7 multiplied by 2 equals 14. يبقى 7. ومعاك ريميندر ايه؟ من ال 15 معايا ريميندر 1. حطها هنا واقراها لي 18 divided by 2 equals 9. يبقى 179. طبعا ال اي اوعى تنسى اليونت بتاعت ايه؟ الستوري بروبلم اللي بيديها لك، اوعى تنساها. متفقين؟ طيب بعد كده بيقول write the division problem that matches the multiplication problem. هو مدي لك زي ما انت شايف كده multiplication equation وعايزك منها تعمل لي division. سهله جدا جدا، انت بتاخد البرودكت دوت وتبدا بيه مساله الديفايد اللي قدامك. يبقى انا عندي 2526 الكلام ده divided by مين؟ اهو انا ماشي كده divided by 6 equals 421. خلاص. طب يا ميس لو انا كتبت 2526 divided by 421 equals 6 هتبقى صح؟ هتبقى صح. متفقين؟ المهم ان انت بتبدأ من البرودكت بتاعك، النمبر اللي بيجي بعد الايكوال، واحنا متفقين ان اسمه برودكت. يلا معايا 764 اهو 764 divided by 2 equals 382. خلصت. اللي بعدها ها هنبدأ من فين؟ من البرودكت بتاعنا. البرودكت دوت بخليه بيبقى هو الديفيدند اللي عندي في ايه؟ في الديفيجن. متفقين؟ معايا 5216 divided by ال 8 equals 652. خلصت. اخر واحدة ها هتبدأ من فين؟ من هنا من البرودكت بتاعك 2312
divided by 4 equals 578. Relation between division and multiplication. واضحة الفكرة؟ ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة في ظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو يتشجعوني بيه أكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. السلام عليكم.